بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. المحاضره الثانيه للفرقه الثانيه بالمعهد اللاهوتي بدير العزب، وكذلك الفرقه الثانيه بمعهد ارسينوي بدير العزب بالفيوم. ماده علم الابائيات، ماده علم الابائيات. هنتكلم النهارده عن الفلسفه عند العلامه اوريجانوس. الكتاب المقدس عند العلامة أوريجانوس ده هناخده في محاضرة في الدير إن شاء الله، لكن النهاردة هنتكلم عن الفلسفة عند العلامة أوريجانوس. معكم هنا الكتاب بتاع أبونا تدرس، كتاب أباء مدرسة اسكندرية الأوائل، صفحة 125، صفحة 125. أوريجانوس على خلاف معلمه كليماندوس لم يكن بالفيلسوف الذي تحول المسيحية. طبعا العلامة أوريجانوس من أصول مسيحية، احنا شفنا أن والده قد من الاستشهاد، ولم يكن متعاطفا مع الفلسفة ولا شارك قديس كليماندوس حماسة الشديد للحكمة اليونانية، ولكن هنشوف يتكلم ازاي. درس أوريجانوس الفلسفة ليس حبا في الفلسفة، ولكن من واقع رسالته كمبشر حقيقي في بيئة تحب الفلسفة، فدرسها لكي يقدر أن يدخل بالمسيحية إلى قلب قادة الفكر في عصره، ويجيب على الأمور الصعبة بالوسيلة التي تناسبهم، مبرزا الجوانب التي يحتاج إليها هؤلاء القادة من المسيحية. ربح أوريجانوس عددا ليس بقليل من تلميذ المدرسة الفلسفية الوثنية خلال معرفته للفلسفة، لذلك عندما هوجم لدراسات الفلسفة كتب هكذا: عندما كرست نفسي تماما للكتب المقدسة وزاعت شهرتي في الخارج بسبب كفاءتي، وعندما جاءني هراطقة وأناس درسوا اليونانية خاصة الفلسفة، بدا لي أنه من الضروري أن أفحص تعليم الهراطقة وأقف على ما يقوله الفلاسفة من الحق. في هذا أتمثل ببونتينوس اللي هو المدير اللي كان قبل قديس كليماندوس لمدرسة اسكندرية، في هذا أتمثل ببونتينوس الذي قبلي، الذي ألم بقدر ليس بقليل من المعرفة وأفاد كثيرين بواسطتها. حاشية نمرة 3، يوسابيوس القيصري، تاريخ الكنيسة، الفصل 6. أما نظرته للفلسفة يمكن تلخيصها في النقاط الآتية، صفحة 125. في رأيه أن كل حكمة من الله، سواء كانت معرفة خاصة بالفلسفة أو الطب أو الرياضيات أو الموسيقى، لهذا يمدح الفلسفة أحيانا، فيقول على سبيل المثال في رسالة بعث بها إلى تلميذه القديس غريغوريوس الصانع العجائب أن الفلسفة اليونانية أشبه بالجواهر التي حملها بنو إسرائيل من مصر، لكنهم بدلا من يستخدموها في تزيين الهيكل صنعوا بها العجل الذهبي. وفي موضع آخر يرى أن موسى قبل مشورة حميه يسرون الكاهن الغريب، فيقول: إن وجدنا كلمة حكمة على شفتي وثني لا نزدري بها في الحال من أجل الناطق بها، فإنه ليس من الصواب أن نبتلع بالكبرياء محتقرين كلمات الحكماء بحجة وجود الشريات أعطيت لنا من قبل الله، وإنما بالأحرى يليق بنا أن نختبر ونقبل ما هو صالح كقول الرسول. حاشية 1، في دراسة للعلامة أوريجانوس على كتاب المبادئ، الكتاب اللي كتبه. وفي نفس الوقت يحظنا من الفلسفة لأن الوثنيين أفسدوها بإدخال أخطاء إلى الحق الذي فيها، فلم تعلم شيئا عن إرادة الله. يقول أيضا: قليلون هم الذين حملوا غنائم مصر، يقصد بني إسرائيل لما جم من مصر، وصنعوا بها أساسات لخيمة الاجتماع. واضح أن التأمل ده قلته قبل كده، قالوا كمان القديس غريغوريوس النيسي. أشار أوريجانوس إلى الأخطاء في الأنظمة الفلسفية وسعى أن يحفظ تلاميذه منها. انشغل أوريجانوس أيضا بالمشاكل الخاصة بالفلاسفة، نذكر على وجه الخصوص
موضوع العناية الإلهية وعلاقة الله بالإنسان ومشكلة الحرية الإنسانية. كمان نقدر نعرف عن أوريجاروس من خلال كتابات غرغوريوس صانع العجائب إنه كان يؤمن بمبدأ الاختيار، يختار من كل فلسفة ما يراه حقا ولا يرتبط بفلسفة معينة. آخر كلمة، اعتاد أوريجاروس أن يبدأ تعليمه بالخطابة بعد ذلك يقدم المعرفة العلمية مثل الطبيعة والرياضيات. كده انتهينا من الجزء بتاع الفلسفة، إنه كان الفلسفة بالنسبة لأوريجاروس يعني كانش يحبها، ولكن كان بيستخدمها كصياغات لتقديم الإيمان في بيئة وثنية بتحب الايه الفلسفة اليونانية. ننتقل لباب تاني، الإيمان والمعرفة عند أوريجاروس، صفحة 128 كتاب أبونا تدرس. جاء في إنجيل معلمنا القديس متى عن إيمان قائد المئة: فلما سمع يسوع تعجب وقال الذين يتبعونه: الحق أقول لكم ولم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. ويعلق أوريجاروس على ذلك قائلا: انظر أي أمر عظيم هو هذا الذي يعجب به يسوع ابن الله الوحيد، فإن الذهب والغنى والممالك والسلاطين في عينيه كظلال أو كزهرة عشب تسبل، ليس أمرا من هذا يحسب عجبا في عيني الله أو عظيما أو سمينا إلا الإيمان وحده، إنه يعجب بالإيمان ويكرمه. وعلى عكس عدم الإيمان يقف عائقا أمام الله في حياتنا، إذ يقول: لم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم، كما جاء في متى 13: هذا يعلمنا أن القوات تعطى للذين لهم الإيمان، لأن من له سيعطى ويزداد. أما بالنسبة لغير المؤمنين ليس فقط لا تعطى لهم قوات، وإنما كما كتب مرقس الرسول: لم يقدروا أن يعملوا شيئا. صفحة 129 الإيمان والمعرفة، يقول كده: ما من للإيمان من عظمة حتى يعجب بها السيد المسيح وقوة حتى تنكر الجبال، وفي غيابه يتعطل عمل الله فينا في غياب الإيمان. لكن هذا الإيمان ينقلنا إلى المعرفة التي تهب للنفس كمالا. غاية الإيمان الوحيدة هي الدخول إلى الآب السماوي خلال ابنه الكلمة الذي هو واحد مع الآب، أي الدخول إلى معرفة الآب خلال الاتحاد بالابن الوحيد الذي هو وحده يعرف الآب. الكلام ده بيوضحه العلامة أوريجاروس كما جاء في حاشية 2 في تفسيره على إنجيل يوحنا الكتاب الأول فقرة 16 أو الفصل الأول فقرة 16: فبهذا فالتجسد صار لنا خلال الإيمان أن نتعرف على الإلهيات، غير أن اتحادنا مع الكلمة المتجسد للدخول بنا إلى حضن الآب والتعرف عليه لا يلغي شخصية المؤمن وإرادته. غاية المعرفة، إن كان طريق المعرفة هو الإيمان بالكلمة المتجسد والاتحاد به، فإن المعرفة عند العلامة أوريجاروس كما عند معلمه كليماندس غايتها دخول النفس إلى الكمال. يبقى المعرفة هدفها مش إن الإنسان يعرف يبقى عنده معلومة وتقوده الكبرياء، لكن المعرفة غايتها دخول النفس إلى الكمال أو عودة النفس إلى حالتها الأصلية. فيقول كده: صارت النفس باردة، فقدت حرارتها الأصلية بسبب تغربها عن الله، لكن بالاتحاد بالابن الوحيد تدخل إلى معرفة الآب ورؤيته فتصير حارة روحيا مرة أخرى. يقول كده: درجات المعرفة يليق بالمؤمن ألا يستكين عند حدود معينة في المعرفة، إنما يطلب من يوم إلى يوم المزيد يدخل إلى كمال المعرفة. فتصميم هيكل سليمان، ده تعليق العلامة أوريجاروس، يوضح درجات الكمال التي يدخل بها المؤمن. فالأبواب التي تفصل الهيكل عن الدار الخارجية هي أبواب المعرفة، حيث يدخل الإنسان أولا إلى التأمل في الجسديات والروحيات. أما الدخول إلى قدس الأقداس فهو يمثل معرفة الله نفسه. يعني الفاصل الأبواب ما بين الدار الخارجية والقدس يمثل ايه؟ المعرفة. والفاصل ما بين اللي هو الباب اللي يؤدي الى قدس الأقداس يقول يمثل معرفة الله نفسه. عايز يقول ان معرفة نامية متجددة.
صفحة 130 يرى أيضا أسفار سليمان الحكيم تمثل طريق المعرفة، فسفر الأمثال يحوي وصايا أخلاقية تمثل المرحلة الأولى من المعرفة خلال الجهاد السلوكي والأخلاقي، سفر الجامعة يعلن بطلان العالم ممثلا المرحلة الثانية من المعرفة أي التعرف على أسرار الخليقة، أما سفر نشيد الأنشاد فيمثل زيجة النفس مع اللوغوس الإلهي أي الكلمة، حيث يدخل بالنفس إلى كمال المعرفة. يعني عايز يقول إن سفر الأمثال المحطة الأولى، بعد كده سفر الجامعة المحطة الثانية، وبعدين المحطة النهائية بقى اللي فيها الكمال سفر نشيد الأنشاد. هذه هي المرحلة الثالثة اللي هو سفر نشيد الأنشاد، حيث تتعرف النفس على الآب خلال اللوغوس، ومن خلال هذه المعرفة يبلغ الإنسان كمال المسيح طبعا بصورة نسبية. في هذه المرحلة يصير الله هو الكل في الكل، أي يكون الله هو الكل في كل شيء فينا، فيتنقى الذهن العاقل من كل دنس ويغتسل من كل وصمة، ويصير له الإدراك والفهم على شبه والتفكير على شبه الله. في العزة 27 على سفر العدد، نشكر ربنا ان تفسير اللي علمه اوريجانوس على سفر العدد موجود، مش من الحاجات اللي فقدت، واترجم باللغه العربيه ونزل في جزئين اصدار مركز دراسات الاباء بالقاهره. فيقول كده يوضح اوريجانوس ان محطات الشعب في البريه شعب اسرائيل وهم كانوا مع موسى كمراحل تدريجيه لبلوغ معرفه الله والتمتع برؤيته، فيرى من خروج الشعب صورة رمزية لخروج النفس التي تخلص تدريجيا من متعلقات الأرض، ففي البداية خلال التجارب تندمج مع الخبرات الأولية في الإلهيات ويهبها اللوغوس راحة خلال الرؤى والزيارات أو الزيارات الإلهية، لكن في مرحلة أسمى على مستوى أعلى تبطل الرؤى ويترك المجال للمعرفة لاستنارة التدبير العقلي لها، فتستعد النفس للسؤورية أي التأمل، وأخيرا تدخل مرحلة الاتحاد باللوغوس أي الزيجة الروحية، فتتحرر من الجسديات وترتفع فوق الإدراكات العقلية وتدخل السماويات. بهذا تصبح النفس أيقونة حية لله نفسه، تتشبه به تتعرف عليه وتراه. نمرة 2 في الحاشية كونترا كيلسوس اللي هو كتاب الرد على الفيلسوف الوثني كيلسوس، الكتاب الرابع فقرة 20، ويقابلها في مجموعة سلسلة كتابات الآباء الأوائل باليونانية اللي هي البي جي، فموجودة الرد على كيرسوس موجود في مجموعة البي جي فوليوم 11 جزء 11 صفحة 1320. المعرفة والحب، طبيعي زيار بوت أوريجانوس بين المعرفة والاتحاد باللوغوس، لذا لا يفصل المعرفة عن الحب الذي هو سر اتحادنا مع الله في اللوغوس، إذ يؤكد المعرفة تزيد الحب وتلهبه أكثر فأكثر. المعرفة والنقاوة، المعرفة هي طريق كمال النفس ونقاوتها حتى تتشبه بابن الله خلال اتحادها به، ومن ناحية أخرى فإنها تبلغ كمال المعرفة حتى تكون قامتنا كما يقول الرسول لا أحيا أنا بل المسيح يحيا في. بعد كده صفحة 132 النعمة عند العلامة أوريجانوس. أوريجانوس كغيره من الآباء الشرقيين لا يعطون تعريف للنعمة الإلهية أو غيرها من المصطلحات اللاهوتية، إذ يهتمون بالتمتع بها والحديث عن اقتنائها وفعاليتها في حياة المؤمن. وفي تعليق لتعليم العلامة أوريجانوس عن النعمة في دراسة كده تقول الآتي: النعمة هي قوة الله المودعة في يد الإنسان مجانا، لكنها لا تعطى بدون شرط، وهي تهيئ الإنسان بالروح القدس لتقدم الخلاص للتمتع بالحياة الأبدية الجديدة النهائية المعلنة والمدبرة في الكتاب المقدس بواسطة يسوع المسيح والمقدمة للعالم كله. أيضا هي نعمة الله
المقدمة للإنسان إذ يقول: تأتي النعمة إلينا من قبل الله ونحن نمتلئ بعطية. هي عطية مجانية إذ ليس شيء من عطايا الله البشرية يعطي كوفاء لدين، بل كلها تعطى من قبيل نعمته المجانية، وهذه العطية لا تقدم بدون شروط، فإن نعم الله تعطى الذين تهيأوا لنوالها بالإيمان والفضيلة. ندخل في باب تاني صفحة 133، حديث العلامة أوريجانوس عن نعمة الآب. يتحدث العلامة أوريجانوس عن نعمة الله عمليا خلال كتاباته، فيحثنا عن محبة الآب التي تجلى في إعادة خلقتنا خلال لوغوس كلمته، خلال سر التجسد، كما يهتم بنا ويرعانا. فيقول الآتي: خلقنا خلال كلمات اللغز، حقيقة وجودنا لا يمكن أن يكون ثمرة أعمالنا، إنما هو من عمل نعمة خالقنا. حاشية 1 كومنتري ان رومانس، تفسير رسالة روميا، الفصل الرابع فقرة 5. ففي البدء، في البدء خلق الله السماوات والأرض، تكوين 1. ما هو البدء لكل شيء إلا ربنا ومخلص الجميع يسوع المسيح، بكر كل خليقة، كما جاء في كولوسي 1. هذا هو البدء، أي كلمته الذي به خلقت السماوات والأرض. كلمة البدء هنا لا تعني زمانا معينا، إنما تعني في المخلص، لأنه لم يكن في ذلك يوجد زمان قبل أن يوجد العالم، لكن الزمان ابتدأ بوجود الأيام التي لحقت الخليقة. ثانيا العناية الإلهية. يقول كده أنه يعتني بنا يوميا بصفة عامة وعلى وجه الخصوص، علنا وخفية، حتى وأن كنا لا ندرك ذلك. إننا نعترف بعقيدة أكيدة ثابتة أن الله يعتني بالأشياء القابلة للموت، وليس شيء مما في السماء أو على الأرض ليس تحت عنايته. تضم العناية الإلهية الخليقة العاقلة أولا، ونتيجة لذلك فهي تضم أيضا غير العاقلة لأجل نفع الإنسان. تحتضن العناية الإلهية كل شيء، حتى أن شعور رؤوسنا محصى لدى الله. حاشية نمرة 2 كونترا كيلسوس 78، كتاب الرد على الفيلسوف الوثني كيلسوس، الكتاب الثامن فقرة 70. كده انتهينا من العلامة أوريجانوس عن نعمة الآب، آسف، عن نمرة 2 كلام العلامة أوريجانوس عن وفكره عن نعمة الابن الوحيد. نعمة الابن الوحيد، كثيرا ما تحدث علامة أوريجانوس عن الابن الوحيد المتجسد بصورة تعبر عن العلاقة والعشرة الشخصية، فيقول: يسوعي وربي ومخلصي. هذا التلامس الشخصي صار عادة في حياته، حتى أنه كثيرا ما يدخل هذه الكلمات خلال مقتطفات من الكتاب المقدس. فلقد أحب أوريجانوس المسيح بكونه مشبع لكل احتياجات نفسه، يقدم ذاته للنفس خبزا وشرابا وقداسة وسلاما وحكمة وحقا وخلاصا وبابا وراعيا وطريقا وحمل الله ورئيس الكهنة. يرى أن المؤمن يلتقي بالمسيح خلال الوحدة وصمت القلب، يلزمه البحث عن يسوع بغيرة ومثابرة، وأن احتاج الأمر أن يحتمل آلاما مبرحة وأحزانا، إذ يقول: لنبحث عنه بتعب كثير وعذاب الروح، عندئذ نستطيع أن نجد ذاك الذي نبحث عنه، فأنه ليس باطلا كتب كما جاء في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني، وقت ما قديس العذراء مريم ويوسف النجار بيبحثوا عن المسيح، لما هو كان قاعد وسط المعلمين والكتب الشيوخ في الهيكل وبيتناقشوا، والقديس العذراء وقديس يوسف النجار ما كانوش يعرفوا. فبعد ما لقوا المسيح وسط الشيوخ في الهيكل، قالت العذراء: هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. فعلامة أوريجينوس عايز يقول إيه؟ يا ريت احنا كمان نبحث عن المسيح بايه؟ بتعب والم، عندئذ نستطيع ان نجد ذاك الذي نبحث عنه.
واما من يبحث عن يسوع لا يبحث عنه بتراخ او تواني كما يفعل كثيرون فلا يجدونه، انما لنقل له اننا نطلبك معذبين، عندئذ يجيب نفوسا المجاهده والمحتمله التعب والالام في البحث عنه، فيقول قائلا: الا تعلمي انه ينبغي ان اكون فيما لابي؟ الكلمه اللي رد عليها ربنا يسوع المسيح للعدل. تامل جميل. اسم يسوع تكشف لنا كتابات اوريجانوس عن اعتزاز الكنيسه الاولى باسم يسوع كسر قوة يتمسك به المؤمن ليعيش غالبا ومنتصرا على الخطية والشيطان وكل قوات الظلمة. يقول: باسمه كثيرا ما نطرد الشياطين من البشر، خاصة إن ردد بطريقة سليمة وبكل ثقة. عظيم هو اسم يسوع، له فعاليته. اسم يسوع يشفي المتألمين ويطرد أرواح الظلمة ويهب شفاء للمرضى. ألقاب المسيح تعلن عن نعمته. صفحة 136 كتاب أبونا تدرس مالطي آباء مدرسة اسكندرية الأوائل. لقد رأى القديس كليمنطوس السكندري معلم أوريجانوس أن الألقاب الإلهية جميعها تعجز عن أن تعبر عن الله كما هو، فهو فوق كل الألقاب والأسماء. إنما قدم لنا أسماء له لأجل ضعفنا البشر حتى نقدر أن نتعرف عليه، ندرك عمله فينا، نتعرف على علاقته بينا. أما أوريجانوس فقد أوضح في تعليقه على إنجيل القديس يوحنا أن المخلص أظهر ذاته بألقاب كثيرة تعلن عن أعماله التي يقدمها لنا لإشباع احتياجاتنا، فقد صار كل شيء لنا. فما كان يعلن نفسه أنه النور لولا أننا دخلنا إلى الظلمة واحتاجين للنور، فبدخولنا إلى الظلمة صرنا في حاجة إلى النور. وما كان يدعى البكر من الأموات لو لم ندخل نحن إلى تراب الموت، وما دعي الراعي إلا لأننا صرنا كغنم في حاجة إلى الرعاية. وقد ختم حديثه بالقول: حقا طوبى الذين وهم في حاجة إلى ابن الله، صاروا كأنهم يحتاجون إليه كطبيب يشفي المرضى وراعي، إنما يطلبونه أيضا بكونه الحكمة والكلمة والبر وغير من الألقاب الأخرى حتى يتمتعوا بنعمته الفائقة. يقول أيضا: بالرغم من أن المسيح واحد في جوهره، لكن له ألقاب كثيرة تشير إلى سلطانه وأعماله، يفهم إنه النعمة والبر والسلام والحياة والحق والكلمة. نمرة واحد في الحاشية، كومنتر إن رومانس 5-6، شرحه على رسالة روميا. من يطلب يسوع يطلب كلمة الله وحكمته وبره وحقه وقوته، لأن المسيح هو كل هذه. إننا نطلب فهم الله ففي المسيح يسوع وحده، لأنه هو المعلن عن الله إنه حكمة الله وقوته وبره وتقديسه وخلاصه. ما دام المخلص هو البر والحق والقداسة، فهو أيضا احتمال لهذا يستحيل أن يصير أحد برا أو قديسا بدونه، ولا يقدر أحد أن يحتمل الأتعاب بغير المسيح. وفيما يلي الألقاب التي دعي بها السيد المسيح من أجلنا. الإنجيل ليس حرفا وكتابة، ليس المادة المحسوسة، إنما علينا أن نحول ما هو محسوس إلى ما هو روحي. الإنجيل هو يسوع المسيح نفسه الذي وحده يقود لمعرفة الآب ويهبنا قوة القيام من الأموات، أي يحقق لنا الأخبار السر التي وعدنا بها وأعلن لنا بها. لأننا نتطلع إلى ما يقوله الإنجيل خلال المواعيد السارة التي نطق بها الرسل ببساطة، هي يسوع. لقد أعلنوا أمرا صالحا واحدا هو القيامة، وما هي القيامة إلا يسوع القائل: أنا هو القيامة والحياة، يوحنا 11. 2، يسوع هو النور. السيد المسيح هو النور الحقيقي الذي يشرق على النفس التي جلست في الظلمة طويلا، يشرق كشمس البر، يجعل منها نهارا، يضيء عليها فيعبر فيغير طبيعتها ويجعل منها نورا للعالم. في افتتاحية العلامة أوريجانوس يقول كده على القديس يوحنا، يتحدث عن يسوع نور العالم، إذ يقول فيه: كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، ونور أضاء في الظلمة، والظلمة لم تدركه.
كما يقول في نفس الموضع: كان النور حقيقة الذي ينير لكل إنسان آتي العالم. فيقول كده: الشمس هي نور العالم المحسوس، ووجدت في اليوم الرابع كما جاء في موسى، حيث سفر التكوين يقصد، حيث أضاءت الأرض، ولكنها بالنور الحقيقي. أما المخلص فهو الذي ينير الخليقة العاقلة لترى بأذهانها الأمور بنظرة لائقة. هو نور العالم العاقل، هو نور عالم النفوس العاقلة الموجودة في العالم الملموس، ونور الكائنات الأخرى الموجودة وراء هذا العالم والتي يعلن لها أنه مخلصنا. يمكن القول أن الشمس توجد النهار العظيم، إذ يتحدث عن هذا النهار بالنسبة للذين يتمتعون بنوره. يكمل كده يقول: ربنا يسوع كلمة الله الذي جاء للعالم وأضاء بنوره لخلصنا نحن الذين كنا قبلا ظلمة، هو بعينه الذي أنار الأنبياء قديمة بالحكمة الإلهية. إذ يقول: يليق بنا أن نضيف أيضا أن الكلمة ينير الأنبياء بالحكمة الإلهية، إذ جاء إليهم وهو كائن مع الله على الدوام لأنه هو الله. هذا النور فعال في حياتنا البشرية، أن كلمة الله هو حياة الناس ونورهم لا يكف عن أن يضيء طبيعتنا التي في ذاتها ظلمة وبلا شكل. وقد أكد العلامة أوريجانوس أن النفس المؤمنة وهي تتقبل السيد المسيح تصير نورا، لكن ليس هو في طبيعتها الذاتية. يعني عايز المسيح نفسه هيصير نور للنفس. إذ يقول: يشرق النور على ظلام النفوس المؤمنة مبتدأ بالإيمان مقترنا إلى الرجاء. أما القلوب العالمية أي المحبة للعالم فلا تقدر أن تدرك النور مشرقا على أجسادها. وما يمكن للطبيعة البشرية أن تضيء بطاقتها البشرية حتى ولو لم تكن قد أخطأت. عايز يقول الإنسان لا يملك نور من ذاته، لكن النور هو نور المسيح، لكنها تشترك في النور. هي قادرة أن تكون حكيمة لكنها ليست الحكمة ذاتها. هكذا الجانب العقلي في طبيعتنا، إذ يحصل على حضرة كلمة على حضور كلمة الله يعرف الأمور العاقلة ويعرف الله، لكن ليس من ذاته بل من النور الإلهي الذي يغرس فينا اللي هو المسيح. لأن كلمة الله الحياة والنور لا يكف عن أن يشرك في طبيعتنا التي في ذاتها تحمل نوعا من الظلمة وبلا شكل. ولما كان هذا النور غير مدرك لكل الخليقة، لهذا قيل: والظلمة لم تدركه، كما جاء في يوحنا 1:5. نكتفي بهذا في الكلام عن نعمة الابن الوحيد عند علامة أوريجانوس، المحاضرة علم الأبائيات الفرقة الثانية للمعهد اللاهوتي ومعهد إرسينوي بدير العزب بالفيوم. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن والأبد أمين.